من جمال الطبيعة ومن الرميمين إلى جمال من نوع آخر. أوقات كتير منقول قديش مهم جدا نهتم بالجوهر، نهتم بثقافتنا، نهتم قديش عقلنا يكون مليان، نهتم كلماتنا لما ننتقيها ننتقيها بطريقة جميلة، ولكن أيضا كتير مهم أنه كمان يكون مظهرنا جميل، لأنه أوقات كتير هو الباسبور اللي ممكن أنه يخلينا ندخل قلوب الناس وأيضا ندخل عقولهم. أوقات كتير منوقع بمشكلة كتير كبيرة، إنه بيكون عندنا ذوق باختيار الملابس، ولكن بنختار الملابس يمكن بمكانها الغير مناسب، وممكن تكون الملابس ما بتناسبنا كفئتنا العمرية أو كشكل أجسامنا. كتير من الأمور ممكن إنه فعلا نغلط فيها، وهاي الغلطة ممكن تكلفنا كتير، ممكن نروح مقابلة عمل ونخسر مقابلة العمل من أجل مظهرنا، ممكن أنه ندخل على مكان معين ونحس بالإحراج لأنه إحنا مختلفين عن الأشخاص اللي موجودين. فاليوم رح نعرف تفاصيل كتير حلوة وكتير مهمة وكتير ممكن أنها تفيدنا بشكل عام اجتماعيا، من خلال مصممة الأزياء ومدربة الدولية في انتقاء واختيار الملابس عبير غانم. صباح الخير عبير. يسعد صباحك. كيفك؟ تسلمين. الحمد لله. طبعا عبير انت مصممة ازياء وبتصممي يمكن الاثواب بشكل انك ممكن انك تحافظي على جماليته وتراثه، ولكن بنكهة يمكن حديثة، لانه هلا اغلب الصبايا بحبوا يلبسوا الثواب، ولكن بدهم اياها تكون كمان تتوافق مع حياتنا العملية اللي احنا دخلنا صحيح. فيها صحيح. ولكن موضوع تدريبك ايضا لفن اختيار الملابس، قديش مهم انه يكون عندنا فعلا الاتقان باختيار ملابسنا. سحر، هذا كثير مشكل الناس لسه مش عم توعى لها، اللي هو فن الاختيار، يعني صعوبة اختيارك للملابس اللي بدك ترتديها في وقت قلنا والمكان المناسب. ممكن ألبس أنا لباس معين زي ما قلتي، لو وظيفة، لمناسبة أفراح، حتى الأتراح، اجتماعات، كل المناسبات بشكل عام. ممكن اختيار غلط يعطي انطباع غلط عن الشخص. فدائما نحكي انه الازياء او الشخص حتى شخصيته بتعبر عن طريق لبسه، صح. الجاد بطريقه لبسه، يعني كل واحد بطريقه لبسه بيعبر شخصيته، صح. بس لازم يصير في توعيه على الاختيار، خاصه احنا بدنا نحكي بالموظفين، المدراء بشكل عام، الموظفين من مدراء لموظفين درجة أولى أو غيرها. كتير أمرار موظف أو موظفة بيسيئوا لمكان عملهم بطريقة اختيارهم للملابس، وما بيكون في يعني تحذيرات أو تعليمات من الإدارة، هذا ممكن يسيء فهم للجمهور اللي بتعامل مع هذا الموظف أو الموظفة بفهم نوعية أو جدية، صح. العمل. وفي محظورات دائما معروفة، لكن هاي ما عم بتبعوها ولسه ما في توعية بهاي النوعية. في شوية عنا كم مؤسسة اعتمدت اليونيفورم لكل موظف. هذا لسه بدي أقول لك، مرات كتير بريحوا راسهم، بريحوا وبعدين خلص بنطلون وجاكيت وقميص أبيض، وبكون كلياتهم نفس اللون، نفس اللون، وهذا كمان بيشيل من عنا فكرة الطبقية، لأنه هاي حكيناها مسبقا بمقابلة، إنه اللي بحاجة أو مو بحاجة مش شرط يحط كل راتبه على الملابس اللي إيش بده يختار كل يوم، لازم يغير، صح. نوع من الملابس. هلأ كونك عبير مصممة وأيضا مدربة، لما بتعطي بالتدريبات، يعني ممكن تعطي أنت موظفين، إذا بدنا نحكي هيك نقسمهم شوي لفئات، هلأ الموظف اللي هو بداوم الصبح سواء موظف أو موظفة، شو بتنصحيهم؟ إيش ياخدوا بعين الاعتبار لما بدهم يختاروا فعلا إذا ما كان في يونيفورم، كيف لازم يختاروا ملابسهم اللي يروحوا فيها على الدوام؟ هلأ إذا بدنا في خصوصية أكيد لكل شركة، طبيعي، بس أول إشي الأزياء أو الملابس لما بيختارها بده يفرض احترامه عن طريق الملابس. هل أنا موظفة مستهترة؟ يعني احترام المكان، جدية المكان، أنا رايحة أعمل كموظفة، بدي أقابل جمهور، لازم أكون نوع لباسي الألوان شوي هادية،
طبعا الالوان هذه زي ما بنقول الابيض الاسود الرمادي الكحلي، يعني يكون فورمال شوي، كمان يكون فيه الاحتشام، يكون غير عن هيك دائما خاصه للموظفه كثير دائما هاي بنقولها انها بتكون قاعده هي نفسها مش مرتاحه، تكون لابسه مثلا شيء مش مرتاحه، اما ضيق او قصيره او شيء، فهي لا عارفه تتحرك ولا شيء، فليش ما البس انا اللباس يكون مريح ويعني سهل علي في التحرك في التصرف بالوقوف باي شيء، انه ما يعمل لي حرج قدام ال صح. هلا يمكن مقابل. في صوره ظهرت معنا لها علاقه بالملابس، ما بعرف اذا ممكن جيهان نشوفها مرة تانية حتى عبير تعلق عليها. هاي طبعا هي احنا دائما نقول قديش يعني اشكال لباس صحيح في المكان الصحيح بيعطي انطباع اللي بيتركه. صح، يعني مثلا هلا احنا على طول لما بنطلع هيك بنشوف ممكن انه اللباس اللي بالاول الجاكيت والبنطلون ممكن يعطي فورمال جدية العمل بالشغل، يمكن عكسه او شخصيته هو انه جدي يعني بس فورمال. ممكن هذا ما بيزبط مثلا لما بنشوف الدرس او الفستان اللي بالاخير طبعا ما بالموظف اكيد، ف يعني حتى لو الشخص لبس الصبح هيك بيقدر يلبس بالليل تمام هيك. نفس الشخص بس لما يكون في المكان المناسب. هلا ما بنحكي عن خلينا نحكي يمكن بين فترة الصبح والمساء بعيدا عن الشغل، اوقات كثير للاسف الشديد بنروح مثلا صبحية او بنروح نفطر بنلاقي في ناس داخلة مثلا على المطعم لابسة كأنها رايحة على سهرة عرض ازياء. صح، احكي لنا شوي عن هاي الامور اللي بنوقع فيها. يعني انا المفروض طالعة افطر الصبح مع صاحبات او شيء، يعني بكون طبيعية يعني سبور شوي يكون او جينز مع تيشيرت او قميص بيعطي انطباع بالحيويه شوي والنشاط، ما انا رايحه فول ميك اب على مطقم زياده عن اللزوم حتى المقابلك ما بكون كثير مرتاح لانك انت كانك رايحه يعني مش مرتاحه مع المجموعه. صح، هلا بالليل ممكن نفس المجموعه تتقابل معهم بس طريقه اللباس تختلف. يعني الصبح لازم في له خصوصياته، بعد الظهر او المساء كل وقت له خصوصياته، يعني حتى يعني مش بس اللي حواليكي، انت انطباعك لاي حدا بيشوفك بايش لباسك بيقدر يعطي شخصيتك. في للاسف ناس ما بيعرفوا يختاروا بس هم بيختاروا غلط، بس هو بياثر للاسف للانطباع للي مقابلك بس ما بكون شخصيتك. صح، بس احنا هذا اللي نقول هلا يعني حاليا بالغرب عم بيعتمدوا شركات مؤسسات للتدريب في عمليه الاختيار، عم بتوجهوا لها اكبر الـ اصحاب الشركات المؤسسات حتى يعرفوا من اكبر مدير لأصغر موظف إيش اللازم ينلبس. يعني في موظف تلاقيه لابس قرفطة، في موظف مش لابس قرفطة، يعني هل هذا بده يقابل الجمهور أو يقابل الغير؟ المدير لازم يكون أكثر جدية، واللي موظف اللي ما بتعرض إنه لازم يقابل يعني كاستمرز ما في بينه وبين الزباين بيضطر شوي يكون أكثر مريح لباسه. صح، عشان يكون يعني إحنا بنحكي إنه مش بالضرورة اليوم عم نحكي عن إنه جمال الملابس أو إنها جميلة أو مش جميلة، يمكن تكون بتاخذ العقل وكثير حلوة بس مش مناسبة للصبح. صحيح، هاي في كمان عندنا صورة ثانية قبل ما أكمل بس شو يعني هو نفس الشخص، لاحظي هون أعطى انطباع إنه هو شيف، في الصورة الثانية يمكن هذا بيكون شوي مبين انه طالع مع اصحابه او شيء، بس نفس الشخص اعطى يعني اكثر من خلينا نقول او اكثر من انطباع، فهو مش بشرط انه يكون اللبس مش حلو، لا ممكن يكون اللبس كثير حلو التيور او الفستان او بس مش مناسب للصبح، مناسب يمكن يكون لبعض الظهر او للمساء، يعني مناسب لعشاء مش مناسب لفطور. صحيح، وبس انا بدي احكي شغله عن قديش مهم
شغلكم عبير كتدريب اختيار الملابس، يعني حتى على مستوى لون الجرافة بيختاروها حتى بالانتخابات السياسية والأمور لها خصوصياتها، لها خصوصيتها ولها تأثيرها على الجمهور. لما حدا بده يطلع يعمل سبيتش بيقولوا له شو يلبس، في خبراء بنتقوا له الألوان، فكتير مهم شغلكم كتير. احنا يعني إذا بدنا نحكي على مستوى، خلينا نقول الشعب أو الناس، يعني هلأ احنا أنا بتفاجأ بالدورات قديش بكون أولها بدي أشوف شو ردة فعل المشاركين. يعني كنت في تركيا آخر مرة ومن كافة الدول العربية، كان تفاعل كتير رائع. ليش؟ لأنهم هذا الإشي جديد بالنسبة لهم، لأنه الورشات بتكون أنت بدك تشاركيهم الآراء، فبصير تسألك نفس المشاركة هل أنا لابسة صح؟ بصيروا هم بدهم يشتغلوا على هاي النقطة، أعطينا إيش اللي بناسبنا، هذا صح الألوان إلنا، القماش إلى آخره، في كتير تفاصيل. صاروا بدهم كل واحد على جهة، بديك يا ساعة على جهة إنه يستفيدوا. فقديش في تعطش لهاي الأمور، وللأسف في ناس صارت تحكي فيها وهي ما بتعرفها، يعني بس مجرد إنهم بدهم يحكوا في الموضوع، وللأسف بس يطلع عندنا شغلة بتصير الكل بده يقلد، بس مو ما عنده الخبرة ولا عنده إحنا هاي المشكلة عبير عم نواجهها. أنا بواجهها يعني كثير بالأزياء، مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. كل صار فاشينيستا وكل صار ديزاينر يقدر يحكي أكيد بالستايل وبالفاشن، زي ما كثير من المجالات الكل قاعد عم بحاول إنه يعطي ويبدي أراءه فيها. ولكن اليوم عم نحكي عن عبير غانم وهي مدربة معتمدة بهذا الموضوع. لما بنحكي مش بس بفترات الصباح، الأماكن والفئات العمرية. الفئات العمرية هلأ احنا يعني خلينا نقول في ملاحظة قوية صارت، انسى الصبحيات او الحفلات او الأعراس او بتلاقي يعني احنا، وهي دائما بعلق عليها، انه في كتير صار نوع من المبالغة، اللي بيحضر او معزوم هو بكون غريب بس صديق يعني للمناسبة، مبالغ في ارتدائه في اللباس اللي عم تلاقيه من اهل العريس او من اهل العروس. يعني هذه كتير اغلاط، يعني خاصة صبايا كتير ببالغوا في الموضوع، هلا هم بدهم يظهروا حالهم لكن بطريقة كتير مبالغة، يعني حتى بسي انه بسيء فهمهم. الاعمار شويه، يعني احنا ما بدنا نصير نقول انه واحد صارت او واحدة صار عمرها هيك تموت حالها ما تلبسش الا غوامة، ومع انه هلا صبايا الايتين ايجز اللي عم بلبسوا الاسود والابيض والى اخره، لكن شوي يكون في هدوء، يعطيك الرزانه، يعطيك يعني في وقار يكون. صح. في الاختيار. وبعدين دائما درجة القرابة للمناسبة، يعني سواء عرس أو خطبة، الواحد شوي يهدي في اختياره في الأزياء، خلي يكون حتى يكون مناسبة خاصة فيه، يلاقي لما يختار أو يلبس في فرق صار. إحنا صرنا هلأ للأسف ما يعني اللي بتكون السيدة لابسة أو الصبية الصبح ولا في الليل، الميك اب أو اللباس نفس الشيء، يعني ما بتعطي تغيير كبيرة. ما بتعطي تغيير في شكلها. ف يعني حلو أمرات تكون هائد يعني اللبس هادي تاعك باختيار هيك رايق، ولما يكون في مناسبة تلبسي بطريقة راقية بشد الانتباه بالرقي. صح. بأنك تغيرتي، في ناس بضلهم شكلهم من الصبح لليل نفس الشيء. يعني عبير احنا محتاجين نكون اذكياء، يعني هي بدها شوية ذكاء. تفاصيل اختيار الملابس كتير كبيرة، ما رح نقدر نشملها اكيد بوقتنا يمكن القليل، ولكن حاولنا قدر الامكان من خلال مصممة الازياء والمدربة الدولية عبير غانم بننقلكم راعوا فترة الصبح عن فترة المساء، راعوا الفئة العمرية اللي أنتوا فيها. يعني أنا هون بدي أعلق على نقطة، إنه كيف يراعوها كمان اللي يساعدهم ترتيب
الخزانة. الخزانة إنه الخزانة هون للسبور، هون للبعد الظهر، هون خزانة المناسبات، هذا بسهل عليهم. هذا كتير بسهل حتى للموظفة، بدل ما تتلبلك الصبح إيش بدها تلبس، لا هي عارفة هذا اللباس لوظيفتها، سهل عليها اختيار، ما بياخد منها لا بيستهلك وقت ولا تفكير. صح. فكل يعني عملية حتى إحنا التدريب بكل النواحي، من كل النواحي تشمل، عشان هذا بخفف تقليل وقت، وبكون اخترتي الاشي المناسب إليك. والالوان يعني كثير احنا عندنا مفاهيم مغلوطه انه دائما نقولها يعني، وهي دائما بالدورات بيسالوني انه هل مناسب اللي انا لابسه بتكون شوي حنطيه هي او بتكون كثير بيضه. الحنطيه احنا دائما بيقولوا البسي فاتح عشان فتحك، انا كثير هاي كثير ما بايدها، لانه بيظهر بالعكس درجه اللون. صح. اغمق، لانه دائما الاطار. صح. زي ما كل ما الواحد كان اسمر كل ما اسنانه كانت مبينه. أيوة. انها ابيض، فهاي صح كلامك. كثير كثير هذا غلط، او بتكون بيضه بتلبس اشارب ابيض، فكثير بكون مش مريح للنظر. فدائما واحد ما فيه غلط انه يتوجه ل، ان شاء الله تكون عندنا هلا في مؤسسات، يعني انا هلا بلشت في هذا الموضوع الاستشارات في هذا. وبحطوكم على القليل المستشارين على اول الطريق، وبعدها اكيد بتقدروا انكم تقوموا بهذا الشيء بانفسكم. شكرا كثير لك عبير غانم، اهلا وسهلا فيكي، وراعوا هاي الامور صدقوني بدها ذكاء، ورح تقدروا توصلوا للي بدكم اياه من خلال مظهركم الخارجي اللي ممكن اذا غلطوا فيه يكون عائق كثير كبير في طريق حياتهم الاجتماعيه اكيد والمهنيه. شكرا لك عبير، واهلا وسهلا فيكي. تسلمي لي. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل قصير، وما بعدها بنرجع لاستكمال ما تبقى من فقرات مشوارنا المستمر للساعة 11.